السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد بقى درس جديد، درس عن الفوكابل او الفورد شاتس. فورد شاتس بالالماني يعني ايه؟ يعني الثروة اللغوية. ها فورد شاتس، خلاص شاتس يعني كنز، وفورد يعني كلمة، كنز الكلمات او الثروة، مش الثورة، ثروة لغوية. او فوكابلري. خلاص فرايد سايت ان دوتشلاند، يعني ايه فرايد سايت ان دوتشلاند؟ يعني وقت الفراغ، مش الفراخ. وقت الفراغ في المانيا. والهوبي اسمها داس هوبي زي الانجليش، دي هوبيز، داس هوبي دي هوبيز. طيب انا كده جايب لك كلمات من القاموس وعايز اقول لك ازاي تستعملها. بص، الالمان بيستخدموا كلمه شباس كتير، او شباس يعني فن، يعني ايه فن؟ يعني مرح، واخد بالك؟ وشباس ماخن يعني يبعث على المرح، خلاص. دي انا بقولها دايما لطلابي او بقولها للناس، احنا مش متعودين ان احنا نستخدم الكلمات دي في اللغه العربيه. يعني مثلا الالماني يقول لك ايه؟ يقول لك دي اربايت ماخت شباس، يعني الشغل ايه؟ يبعث على المرح. بالله عليك، هل حد في العرب يقول الكلمه دي؟ دي اربايت ماخت شباس، خلاص. او اما اقول لك فير هابن شباس، يعني احنا ايه؟ احنا فرحانين، عندنا نشعر بالمرح. فير هابن شباس، ها، نشعر بالمرح، خلاص. فدي دايما مربوطه الفرايد سايت اكتيفيتيتن، اكتيفيتي بتاعت وقت الفراغ، مرتبطه دايما بالشباس في المانيا، خلاص. طيب فرويند بزوخن، ده برضو من الاعمال الواحد بيعملها فين؟ في وقت فراغه. فرويند بزوخن، مش لما تيجي بقى تقول لي جمله ايش الحمد لله فرويند بزوخن، لا، انا حاطها لك كده، القاموس مدالك كده، لكن لما تيجي انت تعملها لي في جمله هتقول لي ايه؟ ايش بزوخ جانا، يعني بحب اعمل كده، وعلمتها لي ايش بزوخ جانا فرويند، يعني انا بحب ازور ايه؟ اصحابي. ايش بزوخ جان فرويند، تمام. طيب اوتو فان، يبقى لما تيجي تستخدمها جمله تقول ايه؟ ايش فار جان اوتو، ايه فيات جان اوتو، Du fährst gern Auto, وهكذا. ماشي؟ Fremdsprachen lernen، يعني يتعلم لغات أجنبية. Fremdsprachen lernen. Fremdsprache. Englisch ist Fremdsprache. Italienisch ist eine Fremdsprache. Wandern. Wandern يعني يتجول. يتجول يعني يا جماعة، يعني مش هاخد واحد ويروح المدينة. المدينة دي اسمها spazieren، اللي هو يتمشى. To have a walk. اسمها إيه؟ spazieren. خلاص. لكن فاندان دي ان هو ايه؟ بياخد بعضه، ياخد العده والعتاد، فاندان شو، بياخد كمان جزمه مخصصه، وبياخد الايه؟ العصايتين دول، وبيروح يتمشى في الغابه. دي اسمها ايه؟ فاندان. اسمها ايه؟ فاندان. والغابه اسمها ايه؟ فالد. خلاص؟ فالد. يبقى ايه؟ فاندات جيرن ام فالد. سباتسيان دي يعني يتمشى في البلد، في الجنينه، لكن فاندان دي ليها طرق معينه فين؟ في الغابه بيعمل فيها ايه؟ فاندان. كوخن، ich koche gern. Ich kaufe gern ein. Kochen يطبخ. Einkaufen يتسوق. Ich kaufe gern ein. Ich koche gern. Ich koche gern. Im Internet surfen. مش هنطقها بقى ايه؟ بالالماني هنطقها كده، جاي الانجليزي وبنطقها كده. Im Internet surfen. يعني ايه؟ يعمل يتصفح الانترنت. Im Internet surfen. Lesen. Ich lese gern. بحب اقرا. Ich lese gern. Fotografieren. Ich fotografiere gern. ايش فوتوغرافيا جان؟ طبعا انا منتظر منك دلوقتي معاك كشكول عمال تكتب. ايش ترينك جان بير؟ هو دي يعني انا جبتها مش من عندي، هي يعني من كتاب، لان الالمان بيعتبر شرب البيره خلاص هو من 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 اوقات الفراغ، الحاجات المحببه لي او الهوبي. موزيك هورن، ايش هور جان موزيك، ايش هور جان قران، تمام. طيب الكور، انواع الكور المختلفه، فوسبال شبيلن، فوسبال شبيلن، باسكتبال شبيلن، فوليبال spielen، handball spielen، كره اليد، كره الطايره، كره السله، كره القدم، tennis spielen، golf spielen، خلاص. تقول ايش spiele gern fußball، خلاص. ايش spiele gern tennis، القاموس هيديها لك كده، لكن لما انت تعملها جمله تعملها بالشكل ده، خلاص. يعني تقول ايه؟ ايش spiele gern fußball. ماشي. شفيمن، شفيمن يسبح او يعوم. زامن يعني يجمع، يجمع، كولكت.
ايرون مينسن، ايرون مينسن هي ايه العملات الايرو المعدنيه، العملات المعدنيه اسمها ايه؟ ايرون مينسن، ها زعمل ايه الكوينز، او بريف ماركن زعمل، بتجمع الطوابع بريف ماركن زعمل او ايرون مينسن زعمل. جوجن لوفن يعني يجري، وجوجن يعني يجري برضه جاي من الانجليش. خلاص جوجن، جوجن او لوفن، جوجن لوفن. زينجن، زينجن يغني، زينجي جان اشتانس جان يرقص، تانسن تانسن. رايزن، رايزن يسافر. رادفان، رادفان تستخدمها ازاي؟ تقول لي ايش فار جان راد، ايش فار جان راد، بحب ايه اركب البسكليت او الدراجة او العجلة. خلاص العجلة من الشيطان. انست اتا جين او انسكينو جين، ايش جي جان انسكينو، ايش جي جان انسكينو، ايش جي جان انست اتا، تاتا اسمها ايه تاتا. سبورت ترايبن او سبورت ماخن، يمارس الرياضه او يعمل رياضه اسمها ايه سبورت ترايبن او سبورت ماخن، الاثنين بيتقالوا. اوكي اوس فلوج ماخن، يا جماعه اوس فلوج مالهاش علاقه بالايه بالفلوج اللي هي رحله جويه فلايت، او سلوك دي معناها اكسكيرشن، معناها رحله، يعني مثلا المدرسه طالعين جنينه الحيوانات دي، يبقى دي اسمها ايه اوس فلوك. تمام خلاص اتمنى ان انا كده اكون غطيت لك كلمات الفرايت سايت بالالماني. اتمنى بقى ان انت تكون ماسك كشكول وعمال تكتبهم وتعمل عليهم جمل. خلاص اتمنى لك التوفيق، واتمنى انك تشير الحلقه وتعمل سبسكرايب لصفحتي على اليوتيوب ماشي، وتنشر صفحتي على فيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.